مال بعد زرارك معهم؟ اي اذا اللي سافا بمال بهي وقتاش باش يعملوا لك البونكسيون؟ تو كيف نقابل الطبيب نقول لك. صعيب تريتمون شويه نو سافا فرحانه الحق عليك تبدا زاهية كيما هكا عندك مده ما زيدش سامحني اسماعيل جو سيك سي با ايفيدون العيشه معايا مع مرأة نهار طول مدبر معه حزينه ومش عاجبها حتى شيء حتى العيشه معايا صعيبه تو كيف يجي البيبي تو برشا حاجات تتصلح زعما نعرفش علاش دولي ماهوش باش يجي البيبي Je me sens trop vieux pour avoir un enfant. كان جبناها اول ما عرسنا راه توا في الليسي. اش باش تعمل؟ الدنيا ما تمشيش ديما كيما نحبوا احنا. ساعات نبدا نخمم نقول انا وياك علاش قاعدين مع بعضنا؟ علاش توا معرسين؟ استناس عشرة. ليه بالحق؟ زعما نرجعوا نحبوا بعضنا كيف ما قبل صعيب شوي تنجمش تكذب شوي على خاطري وجي منه واحد يكذب على مرته بس تم عزيزتي تبالك على روحك سي عبد العزيز شنو حوالك؟ لاباس؟ ان شاء الله لاباس ان شاء الله لاباس شنو؟ ريقلة باهية؟ مشاد الريقلة نتاعك؟ شدة في ربي تاخذ لاسوني نتاعك كل يوم؟ كل يوم كالعادة قداش عندك غرام سكر؟ زوز ونص زوز ونص؟ زوز ونص ولا؟ برشا زوز ونص برشا نعرف برشا جد؟ سي با بون قاعد تخلط في الماكلة وتاكل في السكر والحلو وكل؟ ساعات دخلت شوي دخلت شوية مش بيه مش كبيت الشمس لا لا شمس لا شمس لا مش هوني هي تقرا 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 ربي فضلي عايشك وانت شنو امورك شو عامل سبع لاباس المهم صحة البدن دخل كل حكاية فارغة شو عامل في الكتاب الكتاب قريب نكمله هاي مبروك ما عدنا مسال سيناتور عندي راهو عندك ما نفهم شيء عندك اكيد اكيد شي حبيت هو سمير به دقيقة 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 ليه ليه شوي دقيقة ما تعلقش سي عبد العزيز رد بالك على روحك استحق حاجة لا عايشك آه؟ عايشك عايشك هاي سلام هاي في الامان وي سمير اي كلمته اوكي يا نعمل عليكم ميلا سافا اوكي لا نخلط انا ما نجمش تجي شمس بوقت تري بيان تشاو باي شو سو سافا جيتي الحمد لله اسمعني سامحني البارح حسيت ما عطيتكش فلوسك جيتي سي با غاف ما تشوفكم بقى حقا مو مستو مو مستو مو مستو كاسماعيل درا شنو مو مستو مارك اسمع تحس في بزنس ولا درا كيفاش ولا رويق اش خاصتك كان بزنس عليك هذيك ما تعرفش قيمته قيمة فلوسه ليه ما حسيتش ما نحبش نعرف قيمته ما نحبش نعرف قيمة فلوسه جيبي لك هكا كل من دون نلقاه يغزر لي وبحلق في عينيه ما تقوليش كل سهرين باش نلقاها هذيك الناس تضرب عليه بالبونيا باش يجيو السهرين نتاعهم تعرفوا شكون واصل 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 ترفخ ليه ما تعرفوش وين ليه ما نحبش نعرف
ميهمنيش واصل ولا ماهوش واصل. انت شايوبه واحد في شعرك، انت شنو عقد بابارا؟ بالي لك باهتني والله. علاش هكاك؟ على خاطر العبد هذاك يبدلك حياتك الكل. لا حياتي عجبتني وسافا هكا. وبلوس عندي عمر. عمر انت مسكينه وبيدو منتف، كنت تقلبوا هكا الصور دي ما تلقاهمش مكتوب. ولا تحب تعيش حياتك كلها على فيسبا يذول، ولا تبدا ساكنه في البرتمانات اللي تقعد تخلص يوم على 25 سنه. شوف تخلط شوف لي يزي مانك فيق شويه عايشك. جيجي شبيك يا اخي، تعرفني الحكايه انت مخامش فيهم، وبلاش مانيش ماتيرياليست نورمال. الدنيا مزيت قدامنا. ما قلتلكش انت ماتيرياليست، اما تتحق شويه فلوس حتى باش تعاون بيهم روحك. وي سي فري، تعرف عاونوني على الاخر الفلوس اللي فاتوا هكا، خلصت جوني وفاتوراتي سلكت اموري. هيا بيه ان شاء الله يا ربي، ما عادش تحكي لي حكايه ضميري انا بفيا وما عملت وشي باك واو نلني، ما عادش نحب نسمعها الحكايه هذي. اخي ماك تعرفني مسلسل نكذب انا ما نعرفش. حقا ما حكيتليش مين هذاك شو اسمه سي ما ظهرش. اسكت عليا مسكينه كسلان. شبيه عمل اكسيدون دخل كوما جمله واحده. امبوسيبل. امو قتلي مقبلك اللي خرج من الكوما والحمد لله ابين حل عينيه. داير باش نمشي نطلع عليه من بعد باش نعمل عليك باش نمشي السهريه اللي في داري وحدك. شنو تحكي بجدك ماك جايه؟ هيا شمسه ما ماكش صغيره عايشه اختي، هاني وقفت معاك من الاول تو تنجم تسلك امورك وحدك يا دار. باه نعمل عليك. نعمل عليك. عاتيني كذا حكاية وبوسة يلا. الحمد لله على سلامتك سليمة، تحيرنا ليك. ايش تحب؟ حبيت نطمن عليك؟ قلت لك ايش تحب؟ سامحني سليم. على شنو باش نسامحك؟ علي شكيت فيك. وعلي ما عاد تشكك فيا؟ خدتني شويه نموت في جرتك؟ امان سليم امان امان، انا الحكايه هذيا راني كليت روحي في جرتها. امان عيشك، جيت نطلب منك في السماعه هكا. اخرج يحيى اخرج. شنو شبيكم؟ اجي 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 يحيى. انت كذبت عليا، قلت لي ما ريتش سليم نهار الاكسيدون. صاحبته قالت لي خليتكم مع بعضكم. قل لي وين تحب توصل ترى؟ انت وين تحب نوصل؟ سليم فهمني، انت عايش ولدي حتى شيء امي ما عندي ما فهمك. لاباس يا عزيز؟ عم ابراهيم انا لازمني نمشي، يعطيك الصحة والله. ميرسي بوكو. لا شكر على واجب. قلت لاش بصاحبي باش كون مشيت لك. هكا كان استحقيت أي حاجة كلمني في التليفون به. تهنى تهنى. باي باي. شمس. بابا. بعت لي. رد بالك على روحك عايش بنتي. كم مقرانك؟